اخويا قتلونا بهذا الغلا اخويا قتلونا بهذا الغلا وتا الخرصة ديالنا ما كنخرجها شهرنا كيفوتوا لنا الخرصة ب 20 يوم حتى 15 يوم وهذا الغلا يا خويا فرعونا به وفرعونا بالضو والماء هذه 9 سنين اخويا وانا خدام مع الشركة هذه مع هذا الغلا اخويا راه حنا نقصوا شي معاشي نديروا شي معاشي كنا نديروا كيلو بطاطا حنا نديروا نص كيلو وكل حاجة نقصوا بها شوية زيت السكر زيت هذه ندير الشيء ما ندوبها انا ابقى لي بوزيت نقول لهم اخويا نقصوا علينا من هذا الغلا هذا تفرعنا تقهرنا نيش الكريه ديال الديول الكاريين والزيت والسكر بالك ماشي بيا اخويا اديني للبحر ورميني تاتي هذه الوقفه التي دعت لها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كيوم احتجاجي تعبوي لما هو قادم لماذا نقول لما هو قادم؟ بسبب الاحتقان الاجتماعي الغير المسبوق والذي بلغ أقصى مستوياته بسبب الارتفاع المهول في الأسعار بسبب الاعتقالات الكيدية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بسبب الاعتقالات أيضا في صفوف الحقوقيين والمدونين تأتي هذه الوقفة أيضا كإشارة تعبوية للاحتجاجات التي ستخوضها الكونفدرالية في ظل تعنت الحكومة وتنصلها من المطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور لكافة الأجراء والشغيلة والموظفين أيضا خلق الدرجة الجديدة وأيضا التخفيض من الأسعار إذن كما يلاحظ المتتبع تحاول الحكومة مؤخرا التنصل من الالتزامات السابقة التي أبرمتها في إطار الاتفاق الحوار الاجتماعي وهو تنصل أكيد ستكون له ردود قوية من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونحن كجبهة اجتماعية مغربية بوجدة قررنا أن نشارك العاملات والعمال والموظفات والموظفين بوجدة في هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الغلاء لأنهم رفعوا شعار تقهرنا الشعب المغربي تقهر بزيادة في الدقيق في الضوء في الماء في البيض في الخضرة كل شيء غلا الشعب المغربي يرفض هذه زيادات في الأسعار المواد الأساسية وفي المواد ديال البترول إننا نندد بهذه الزيادات التي قهرت الشعب المغربي والذي يرفض هذه الزيادة ونرفض مشروع قانون المالية الذي أرادوا منه تفقير الشعب المغربي وحتى تفقير طبقات المتوسطة من محامين وأطباء ومهندسين يشرعن للزيادات في جميع المواد الغذائية وفي الضرائب ونرفض سعر الفائدة الذي يعبر عن مستوى التضخم الذي وصل له الاقتصاد المغربي أكثر من 8% وإن قلنا التضخم فإننا نندد بهذا بالتبعية الاقتصادية المغربية ونطالب من الدولة المغربية وهذا النظام بأن يزيد في المواد الغذائية في زرع المواد الغذائية لتأمين السيادة الغذائية بالمغرب وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.